كل شيء مغيب، كل شيء كيعجب له الزهو، حاجة اللي تفاجئه على قلبه، أعطيني متعة ديال اللحظة وخذ أنت الدنيا، فهمتي كيفاش؟ إخوة الأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى على هذه القناة المتواضعة، ومرحبا بي عندكم كما جرت العادة. أتمنى تكون الأحوال ديالكم بخير. المهم، لاحظت واحد المسألة بأن القناة ما بقاش فيها التفاعل بزاف، ما عرفتش علاش. فيديو اللي لحت والبارحين وكتبت عليه داك الكومنتير في الديسكريبسيون، قلت لكم أديرا، كنت لحتو ولقى والإدارة ديال يوتيوب مسحاتو، قلت لك خالفتي القوانين ديال يوتيوب. المهم عاودت له غير الصوره المصغره وحطيته وشتو داز، ولكن التفاعل ماشي بحال في الاول. نتمنى تزيدوا تشجعونا، لان حنا كنهضروا غير على الحق، وبلا بكم هذا الصوت ديال الحق راه ما غاديش يوصل. لان الا ما كتشاركوش، ما كديروش اعجاب الفيديو، ما كتشوفوش الفيديو كامل، يعني الخوارزميه ديال يوتيوب ما كطرحوش للناس يشوفوه، او كاين شي تشويش من جهه اخرى. المهم، الموضوع ديال اليوم هضروا عليه أقلية، ما هضروش عليه بزاف ديال الناس، هضروا عليه غير الأحرار بين قوسين، لأن يعني ما تبقاش عارف دابا شكون اللي حر وشكون اللي عياشي. وكما قلت لكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم هذا الخبر هذا ديال هذا الدعم ديال الفنانين يقدر تسمعوا شي خبر آخر، وهانتوما سمعتوا الخبر، هو بان لكم عاود الخبر قدو قد البومبا. تخيلوا خوتي معايا، ملك ديال البلاد أوج هاد الأزمة وهاد الوباء، والناس كتسنى 800 درهم وكتسنى 1000 درهم الأسرة فيها 5 ديال الأشخاص، ملك بلاد مسلمة يمشي يخسر 80 مليار يشري بها أوتيل في باري. فهمها الشعب انت كيف ما بغيتي. وبزاف ديال المرايقية كذبوا الخبر، لا الخبر صحيح. وغادي نحط لكم اللين في الديسكريبسيون، راه شحال من جورنال شحال من ماغازين وهضروا عليه. وفرنساويين، ماشي نقولوا الجهات المعادية، لا لا لا، هادو صحف إلكترونية فرنسية وصحف أخرى. وها هو كما كتشوفوا هنا، ها هو الخبر، وغادي نخلي لكم اللين في الديسكريبسيون. ها هي صحيفة سميتها إستوار رويال فرنسية .fr، كاتبة محمد سيس ساشيت أن بالاس أو بيي دو لا تور إيفيل بور 80 مليون دورو، يعني الملك محمد السادس. ما كاتبينش هما الملك، كاتبين محمد السادس شرا قصر قريب، ولا يعني قريب لا تور ايفيل، بهذا المعنى الثمن ديالو 80 مليار، فايته 80 مليار مغربيه بالنسبه للاورو، راه ماشي هو الدرهم. المهم نقولوا حنا 80 مليار، ها هما، ها هو سيدكم، ها هو القصر اللي شرا، ها هو دهنا موضحين وباين. لهما المحللين السياسيين قال لك بان محمد السادس بارع في التجاره، يعني في خدمه بيزنس مان، هو بيزنس مان زعما، اللهم بارك وزيد في ذلك. بالنسبه ل سميتو المقال ما غاديش نشرحه وما نهضر باين. المهم القضيه، السيد شراف في عز هذه الازمه وفي هذا الوباء وفي هذا الجوع اللي كيعيشوا الشعب، وهذا الاحتقان، وهذا الناس مساكن اللي كيتسناو أسر كتسنى 800 درهم و 1000 درهم وما وصلها والو وما شافت والو، ومع ذلك العياشة مازال كيطبلوا ومازال كيهللوا ومازال كيسبوا. هانتوما الإخوة كيما شفتوا الخبر راه ماشي كذوب، الخبر راه داير بوم في الإنترنت، غير حنا في المغرب باش تعرفوا هنا يبانوا لكم المرايقية، يبانوا لكم صحاب القنوات ديال المرقة وصحاب الصفحات ديال المرقة على حقيقتهم. وزارة الثقافة كلشي ناض لها، على من؟ على مليار و 400 مليون. الفنانين ما يشدوش، الريع، الناس دراوش، المجتمع، الشعب كيموت بالجوع، وانتم مخرجين الفنانين مليار و 400 مليون. اصاحبي كان بالله العظيم الا كان تفقس، وما كاين غير بارطاجي 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 فيسبوك، تطلع فين ما حليتي تلقى الصورة ديال الفنانين والتعاليق والسخرية
وهذا الخبر هذا تا واحد ما ضرب عليه طلع الا واحد فئه قليله حسبوها على ريوس سبعنا. هذا ما يعني، هذا شنو كيعني لكم؟ اغي شوف، سواء انتم راكم شاربين شي حاجه مغيبين، سواء انتم ما باغيين تعيشوا هذه الحاله. لان الى ما قطعتوش، اولا انا كنطالب بمقاطعه جميع هاد القنوات ديال الصرف الصحي، هاد القنوات ماشي الصحافه كنهضر لك، صحافه وقنوات وصفحات، هادو كلهم مرايقيه كياكلوا على ظهركم الفلوس، كيجمعوا لي فيوز ويضربوا الادسنس، هادشي اللي كيهمهم. ها كيوصلوا لكم غير الاخبار اللي كتشتت الذهن ديالكم. وزاره الثقافه صرفت كذا، اغتصاب طفله في كذا، اغتصاب طفل، الهجوم على فلان، قطع اليد ديال فلان، الامن تدخل، و اخبار ديال غيان، ما تفيد والو في المجتمع، والو كتزيد غير تخربقوا. وليك الاخبار ديال بصح اللي كتهم راي عام، راي عام، مال هذا راه مال ديال الشعب كيتصرفوا فيه هاد الناس. لا تا واحد ما عنده الجرأة يبارطاجي او يكتب على الصفحة ديالو شي حاجة، والاكثرية الصفحات اللي لي في ولي زابوني واصلين 500 و200 و300 الف ومليون. لا القنوات، وإلا ما قطعتوش بحال هاد القنوات هادو، والله انتوما ما احرام، حتى انتوما كيعجب لكم تاع باديت وتاع عياشيت، ايوا عيشوا، اللهم بارك وزيد في ذلك. وكما قلت لكم في الفيديو الاخر، المخزن يلقى لك يلقى لك الحل، وعارفك ابو حمرون كتموت على كرشك. انا دابا كنهضر مع هذوك الصفحات ومع الصحافه المرقى ومع القنوات ديال الزبل، لقيتيو الدراوش والجهال والقناطح وكتدخوا عليهم بالقافيه. اما النظام كيقول لك الشعب اخر النار وحزق البارود، ها البحر، ها جوج بحوره عندك شربهم، اطرطق ليماك. وانا كنقول لكم الاخوان، انا كنت بديت هذه القناه كنهضر على واحد المبادئ كنامن بهم، ونهضر على قصص وقعوا لي في الحياه ديالي، كنت باغي نبقى نعاودهم، وميمطو انا في نفس الوقت وانا كنعاود كنجبد الاخطاء اللي درت في هذا في هذا القصه، كنجبد الاخطاء اللي وقعوا لي في هذه التجارب في الحياه، منها نستفد انا ونعرف شنو هما الاخطاء اللي درت في حياتي، منها تستافدوا نتوما. وفي نفس الوقت نهضروا على الواقع اللي كيعيشوا الشعب المغربي، ولكن للاسف الودن كيعجب لها غير البندير، والله الودن المغربيه الاغلبيه كيعجب له النشاط، لان كل شيء مغيب، كل شيء مغيب، كل شيء كيعجب له الزهو، حاجه اللي تفاجئ له على قلبه، اعطيني المتعه ديال اللحظه وخذ انت الدنيا، فهمتي كيفاش؟ لهذا الاخوان غادي نبدا انا هاد المواضيع ديال الببغاء، مواضيع ديال اعاده الكلام، تبان حاجه ونجي نعاودها لكم، كيبان لي بانه ناقص محتوى، ناقص، لان يعني الناس سامعين هاد الخبر وميكين مطنشين، انت غير اجي وبقى تغني، او باحرى كيقول لك الشعب كيقولها لك، كيقول لك لمن كتعاود زبور كداود، الشعب غير موجود. لهذا انا كتبت واحد القافيه او واحد التراك بالنسبه للغه الراب او تدوينه، حسبها اخويا كيف ما بغيتي، حسبوها الاخوان كيف ما بغيتو، انا غادي نقولو وتهلاو ليا فراسكم وتصبحون على وطن وعلى حريه وعلى كرامه، والسلام عليكم. حليت عيني لقيت فيك يا وطني عصابه، نهار على نهار كيزيد يحقدني عليك مول الجلابه، تخني الشك في راسي وفي ولاد الشعب، واش حنا رجال ولا كنسالو من الرجله غير السميه، وطني ما ينفع فيك لا علم لا موهبه، باك صاحبي هي الاساس والعقيده. كيفاش الزمان غدار اخويا؟ الزمان هو ما تبدلت فيه لا ساعه ولا نهار، بنادم هو اللي داير كيتاته، ما تعرفو عياشي ولا مع الاحرار،
عليها حاكمين السطولة، كون غير كانوا عامرين ما يبقاش فيها الحال. ما فهمت والو، اشتكى ضرب الحرية، والشعب هاز لمضل عاجباه العبودية. فاك للعبد ما سخاش بالمباشر ديال صوفيا وسومية. ما لقيناش السلاك مع تريك تمول الدلاحة، زادونا روتيني اليومي وشمس العشية. ها ها وطني، الرجلة والشهامة مشات لدار العريس، ودعوا لها بالتيسير والمنية، وليلة دخلة هنية، وجمعوا طوي هاد القضية. ما كانش المحكمة اللي تنظر فيها، وسمحولي انت وهي. تحية نضالية.